بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم عن استعراض عام لوظائف وتركيب العضيات الخلوية، واليوم درسنا عن معقد جيولوجي، نوع من أنواع العضيات اسمه معقد جيولوجي جولجي. طبعا هذا المعقد الجولجي تركيب عبارة عن فرقات، وعادة يكون جنب النواة، قريب من النواة جدا. وظيفة هذا المعقد جولجي يقوم بتصنيف الجزيئيات، ويقوم بعملية تحوير البروتينيات الكيميائية أيضا، كما عند القوة أو الاستطاعة بتقليف نوع من أنواع البروتينيات داخل الخلية. يقدر يقلف البروتين داخل الخلية، وهذا شيء يعني خارق جدا داخل هذا العضو أو المصنع العضوي ذا، لأنه قادر على عبارة عن إنتاج هذه الفرقات وتقليفة البروتين والجزيئيات وتصنيفها وإرسال المعلومات إلى النواة لكي تحدد المعلومات اللازمة لكي أما أنها تحارب هذا الشيء أو أنها تبقيه داخل على مستوى المادة السائلة البروتينية داخل الخلية.